يسعد مساكم ويومكم زي الفل، كله خير وصحة وستر، ودايما كل الأمنيات الحلوة من الستات لمشاهدي الستات على النهار، وطبعا أول الستات وأحلى الستات، ست مفيدة. صباح الفل. صباح الفل عليك يا سوري. صباح الفل على كل مشاهدينا، وأهلا وسهلا بيكم على الهواء مباشرة. والسابعة بتوقيت القاهرة مباراة مهمة جدا، المباراة الرابعة لمنتخب مصر في دور المجموعات من تصفيات كأس العالم مع منتخب غينيا بيساو. الشعار المرفوع الفوز وبس، لن نرتضي بغير الفوز بديلا. ناس كتير مفيدة بتتكلم ان الماتش سهل علشان اسمه تاريخ منتخب غينيا بيساو اقل كتير من اسمه تاريخ المنتخب المصري، لكن للاسف الكوره دلوقتي ما بقاش فيها منتخب ضعيف ومنتخب قوي، كل المنتخبات الافريقيه اتطورت بشكل كبير جدا. بالظبط، يعني احنا مش عايزين نستهين بالماتش بتاع النهارده، لكن هو من اهم الماتشات. لو حقيقي احنا الحمد لله ان شاء الله ربنا وفقنا في المباراه دي، يبقى احنا كمجموعه احنا من يعني الفرق بيننا كبير بين اي حد تاني. اعتقد ان ده هيبقى رابع ماتش، احنا كسبنا ثلاث ماتشات، ده الرابع من اصل 10 ماتشات، ده المعلومات يعني اللي عندي. وبيقولوا ان لو الماتش ده الحمد لله ربنا كرمنا فيه، يبقى احنا كده متأمنين او بنسبة كبيرة جدا هنخش تصفيات كاس العالم او كاس العالم. المنتخب بتاع غينيا بيساو فيه عدد كبير جدا من المحترفين في دوريات أوروبية وعربية، هنلاقي مثلا في تشكيلته محترفين كتير في قائمته، يعني ما فيش فرقة قليلة وفرقة كبيرة. كمان عندهم عامل الأرض والجمهور ودرجة الحرارة المرتفعة اللي بيكون لها دور وتأثير كبير جدا على لعيبة مصر. أكيد لو بصينا لترتيب المجموعة هنلاقي إن احنا متصدرين برصيد 9 نقط، لكن احنا محتاجين منتخب غينيا بيساو هو الوصيف والمنافس الأول لمصر، عنده 5 نقط. طيب المباراة مهمة جدا علشان مباراة في تصفيات كاس العالم، وكل نقطة بتكون غالية جدا ومهمة جدا. والسبب الثاني ان في حالة فوز مصر هتتصدر المجموعة برصيد 12 نقطة. يا رب ان شاء الله كل الدعوات والامنيات الحلوة للمنتخب المصري، وبنطمنكم على امام عاشور ان هو هيكون موجود النهاردة. يا رب كل اللعيبة يبقوا رجالة يلعبوا باسم مصر كرة حلوة ونتيجة حلوة يا رب ان شاء الله. طيب خلينا نقول ان من الحاجات اللي هزت السوشيال ميديا واتفرجنا عليها كلنا امبارح بمناسبة ان النهاردة اول يوم امتحانات الثانوية العامة، مدرس الجيولوجيا اعتقد مدرس الجيولوجيا بيسموه وحش الجيولوجيا. الوحش ده هو بصراحة انا انبهرت انبهار بجد. اسمه الاستاذ ماجد اعتقد. استاذ ماجد. انت والله اسم انت تفوقت على نفسك. استاذ ماجد قرر ان هو يساعد، شفت دخلة النجم دي، ده الاستاذ ماجد. ايوه ولا عمرو دياب أي... لا لا. يعني لا لا لا, لا. لا هو لا. والتسقيف سوبر ستار 4000 بيحيوه بيحبوه، وانا بصراحه تعاطفت معاه. لا لازم تشوفي الفيديو ده. في الفيديو ده في واحد بقى بعد ما هو يخش المسرح، في واحد واقف بره بيقول لكل الطلبه، على فكره باي ذا واي كل دول طلبه وكلهم دافعين تقريبا 500 جنيه علشان خاطر يحضروا الليله بتاعه المراجعه بتاعه الجيولوجيا. وفكره ان هذا المدرس اجر من وزاره التعليم او وزاره الشباب والرياضه صاله حسين الصاله دي حسن مصطفى عشان خاطر يجمع الطلاب ويرجع لهم. انا حقيقي يعني بغض النظر عن الموقف او المشاهد بتاعه الفيديو ده، لكن الفكره في ان هخاطب اولياء الامور، يعني سيبكم بقى من الكلام ده كله، وسيبكم من اللي هو بيعمله ده، وسيبكم من ان ده صح ولا غلط. احنا اللي ساهمنا بشكل مباشر في ان نخلي هذا الاستاذ ماجد يبقى بالمنظر ده، ويجيب ولادنا في القاعه دي او في الملعب ده ويعمل اللي هو بيعمله. طب هو احنا اللي سمحنا كاهالي بده، ولا نظام التعليم هو اللي سمح بده؟
انا شايفه ان الراجل ده مش غلطان، لان احنا المناخ بتاعنا للاسف هو مناخ طارد للطلبه. الطلبه ما بيتعلموش في المدارس وبيروحوا دروس خصوصيه، واكيد الوزاره عارفه ان في دروس خصوصيه. فانا كولي امر اكيد طبيعي ان انا ابني ما بيتعلمش في المدرسه، يبقى هروح اديله دروس، لان هو لو لاقي تعليم او نظام التعليم صح او الكواليتي او نوعيه انا بدرس ايه ده راضي وكفايه، ومش اكيد انا مش غاوي ادفع فلوس، لكن انا بدفع فلوس علشان اصلا في غلط، فالغلط في الفعل نفسه، لكن ما جيش ادور على رد الفعل ان بقى في نجوم في القصه دي انا اللي صنعتهم، انا كمناخ تعليمي انا كمناخ ومجتمعي واقتصادي انا اللي صنعت الناس دي. وعندنا وبتاع، انا دلوقتي مش بتكلم في كده بس، انا بتكلم في انا النهارده كولي امر، ابني جه قال لي المدرس عامل درس جماعي في صاله، وتفتكر هو درس ولا هو حاجه تحفيزيه كده، حفله بيحفزهم بيخفف عنهم؟ انا النهارده اللي اتقال ده ان ده درس مراجعه، انا النهارده كوليه امر هل هبقى مقتنعه ان لما العيال دي كلها بالالافات دي تروح نوعيه الدروس دي ان هم هيستفيدوا، ولا هيبقى في تهبيل؟ هيبقى في تهبيل وتهريج. ليه؟ لان مولعين له شمع. إيه؟ يعني انت هو هي حفله مش مراجعه، انت مستحيل حضرتك دي تبقى مراجعه، انت حضرتك مستحيل دي مش مراجعه، احنا بنحتفل بقى الطلاب قبل ما يخشوا القاعه هيراجع ل 4000 بالطريقه دي شموع. طيب حضرتك مش شابوه والله لو هي دي حصه مراجعه. لا يعني استاذ ماجد برضو انت مأفور قوي، يعني انت باعت الولاد وهم داخلين، لو جبنا الفيديو تاني مضلمين الصاله ومنورين له كانه حد بيغني بيحبوه، عاملين له احتفاليه. انا ما عنديش انا دلوقتي انا الراجل ده عنده باجر الصاله ومش حاطط شروط ان انا باجرها ليه. مين ماجد ده؟ عنده قناه على اليوتيوب. انا كنت ممكن لو انا فعلا راجل صادق وعندي الاستعداد اني اساعد الاف او اساعد أيوة الاف الطلاب، اطلع على اعمل لهم فيديو مجمع على المحطه بتاعتك او القناه بتاعتك وسمع. لكن اللي بيحصل ده هو انت عايز تجمع فلوس، ده مبدئيا، لان احنا لو حسبنا مكسب الليله دي عدى ال 2 مليون جنيه. 2 مليون جنيه عشان تطلع في وسط المسرح تقول يا حلاوه، ايه الجمال الحلاوه دي، هو انت مش حافظ عمرو دياب؟ تعالى بقى احنا نسيب ده اللي بتتكلم فيه سوير. غلطه وزاره الشباب والرياضه، انت مش حاطط ريجوليشنز للقاعه بتاعتك، انت مش قايل ايه اللي ينفع وايه اللي ما ينفعش. انا ممكن اخد القاعه دي اعمل فيها فرح، انا ممكن اخد القاعه دي اعمل فيها ماتش، لكن انا يمكن ينفع اخد القاعه دي اعمل فيها درس خصوصي؟ ايوه، ما هو عشان كده انا هل مستر ماجد ده هو اللي غلطان ولا احنا اللي غلطانين؟ احنا جميعين، احنا كوزارة التربية والتعليم اللي سمحت ان التعليم ده يبقى بالمنظر ده، ان ما في ده مش درس، ده احتفال، هم عايزين يحتفلوا ويروحوا يحتفلوا. لكن ده احتفال يا سهير، خلينا صراحة مع بعض. الراجل قايل المراجعة، حصة المراجعة النهائية لمادة الجيولوجيا منتهى الابتزال للتعليم. أيوة يا جماعة، ايوه، ما عشان كده بقول لك ده مستحيل، لان ده من الاثنين، من الطرفين، من الطرف اللي اجر القاعة ومن المدرس اللي افتكر ان هو ممكن يعني يقلل من دماغاتنا ويتحايل على فكرة ال 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 النضج. ايوه، اساس ابتزاز التعليم جاي منين؟ نجيب الاصل بقى، اساس ابتزال التعليم جاي منين؟ من زمان. ماشي، انا في الاخر ده المناخ اللي انا متوفر لي علشان انا بحفظ وبصم وعندي الثانويه العامه عنق زجاجه، وعشان انا ما بدرس في المدارس مظبوط، وعلشان نوعيه اللي انا بدرسه نوعيه مش مناسبه اصلا لاحتياجات الطالب ولا لاحتياجات العصر ولا لاحتياجات السوق، فتخلي حد زي الاستاذ ماجد يكتب عافر فرحه اهلك تستاهل. هو بيشتغل على الجزء النفسي ويعملوا له شكرا. انا معترض، فانا ابتزال التعليم ده لا يسال عنه مستر ماجد. لا يسال عليه استاذ ماجد، لا لا لا، احنا عندنا مشكله في التعليم من سنين. طيب لا، من سنين خلاص، وعندنا مشكله في الدروس الخصوصيه من سنين. ما هو ده الناتج، التطور ده تطور طمع بتخاذل بفكرة ان انت عديت مرحلة ان انت تبقى استاذ مدرس كده ليه هبة، الى سوري تاجر بتقرر ان بالمعلومات اللي عندك تتاجر بشو وتنشره على الفيسبوك. انا عايز اقول لكم على حاجة،
لو الطالب اللي صور اللي منزل المشهد ده ما كانش اتصور كنا احنا عرفنا على الاستاذ ماجد في كم مليون استاذ ماجد. لا في كتير، بس انا عايز اقول لك ان كان في جوامع، ان كان في قاعات تانية، ان كان في نوادي اجتماعيه. لا هو مستر ماجد خانه التوفيق ليه؟ لان هو جايب مصورين يا جماعه، في الراجل عنده قناه، هو عامل مصورين. ايوه طيب، يعني دي قصه احنا ملهاش علاقه. احنا سامحين بكم تجاوزات؟ أيوة احنا مين اللي سامحين؟ احنا كوزاره التربيه والتعليم طبعا. أيوة خلاص. ايوه انا دلوقتي بس انا طرف في الموضوع، انا كاهالي طرف في الموضوع، واهالي بس انا وافقت ان انزل. أيوة ده انا مغلوب امري. لا لا انا كوليه امر، لا انا لا حول لي ولا قوه. لا لا هذا نظام التعليم الذي بلا تعليم. انا رايحه الحفله دي او انا رايحه الدرس الجماعي ده، لا لا خلاص اللي ذاكر ذاكر واللي ما ذاكرش. نسبه كام هيرفضوا ونسبه كام عارفين ان ده الشكل اللي هيتعمل بيه؟ انت هتوافقي لو قلت لا؟ احنا مش هنقيس علينا، انا اكيد مش هوافق، لكن احنا مش بنقيس علينا، احنا بنتكلم على الاغلبيه من الناس. الاغلبيه من الناس ايوه يا جماعه. انا سؤالي احنا هم لا حول لهم ولا قوه. انا ده عندي ادي التعليم بتاعي، مفيش تعليم، مفيش مدارس يا حبيبتي، ده درس خصوصي. أيوة ده مدفوع فيه 500 جنيه لكل طالب. انا ليه رحت للدرس الخصوصي؟ ايوه دي نقره احنا نجاوب فيها، دي مشكله كبيره. انا بتكلم مش بقى في الدرس بس الخصوصي، انا بالشكل ده ان يبقى عندنا الكونسبت وطريقه التفكير ان اللي احنا بنشوفه ده درس خصوصي، دي مهزله. يعني فكره ان انا النهارده اصدق أيوة ان بنتي او ابني رايحين، من صانع المهزله؟ لا كل الجهات المعنيه. مستر ماجد الجزء الاخير في المهزله. لا لكن هو مستر مش هو ماجد الرئيسي في من صنع الاساسيات هذه اللي موجوده. ليه؟ لان احنا بغض النظر المدرس اجره والمدرسه ما بتساعدوش وحالته كذا، لكن المدرسين كمان بقى عندهم مشكلة رهيبة في فكرة أنا أجيب فلوس إزاي. ده منظر مدرس. أيوة قرر لما أنا أجيب فلوس إزاي. أيوة لما أنا يبقى عندي علم. أنت لا أنت قلبك على الطلبة. أيوة ولا أنك توفر. أيوة لهم وقتهم يا باشا. أنت مستني أنت الطلبة دول موجودين يا سهير في, 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 في الحفلة، قعدوا قد إيه يستنوا الباشا وهو داخل؟ ما هو ده تضييع وقت. يعني انت بتتكلم في ايه؟ هو احنا متخلفين للدرجات دي؟ في جزء مهم في الاهالي، لو انا موافق ان هو يروح يضيع كل الوقت ده عشان دي حصه مراجعه، يبقى انا محتاجه اراجع نفسي انا كاهالي. لكن انا كاهالي برضو انا مغلوب على امري، انا لا حول لي ولا قوه. اسمعيني بس. لا 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 انا والله انا لا حول لي ولا قوه. لا انا ارفض، انا ارفض الكلمه دي. انا ليا حوله ولا ليا طيب قوه؟ انا برهان ان العيال دي كلها بياخدوا عند استاذ ماجد. طيب وقفتي انا وانت ما تقولوليش انه ما بياخدوش عند استاذ ماجد. وقفتي انا وانت وعشرة زينا ورفضوا هذا السلوك ورفضوا هذا الشو ورفضوا كل الحاجات دي، الباقي هيقف كده ولا هيقول لك لا هو فين العلم؟ هو فين التعليم؟ انا مضطر اعمل كده عشان ولادي تجيب درجات عاليه، عشان الكليات بقت. يا سهير انا بقول كلمه، انا مش طبيعيه ونص درجه تفرق على دخول الكليه اللي انا عايزها. مش بتكلم على فكره فده نظام اصلا كله. انا بتكلم على ان هذا الرجل المدرس المحترم عنده قناه على السوشيال ميديا، وما اكثر المدرسين اللي عاملين كده. كان زمان لما بنسمع ان راجل عامل او مدرس عامل قناه على السوشيال ميديا عشان يساعد الطلاب، كنا بنقول واو الراجل ده جميل محترم ومش عارف ايه. لكن دلوقتي احنا وصلنا بقى من بعد ما هو وصلنا لمرحله ان بعد ما بقى عنده قناه على اليوتيوب اصبح نجم ملاعب. بيعمل ايه؟ بيعمل حفلات للطلبه يشرح او يراجع فيها. احنا يا جماعه طول الوقت عمالين بنبتز كل شيء وعمالين نبوظ كل شيء. يعني احنا اصلا فكره ان يبقى في مدرس عمل على السوشيال ميديا او يوتيوب غلط. لا ده احنا تطورنا بقينا اخد المدرس ده وراح جاي وعمل حفله وعمل درس جماعي سوبر ستار. لا هنتطور. أنا بعد كده مش عارفه اروح فين. عايزه اقول حاجه اخيره، رغم التعليم ونظام التعليم وكل الحاجات السيئه وهذا المناخ وهذا النظام اللي هو يفتقر الى ابسط شيء واهم الاساسيات في ان انا اعمل تعليم صح واخرج اجيال جديده. مين بس؟ انا عايز اسال النسبه الكبيره بتاعت الطلبه أيوة اللي بيجيبوا كام؟ لا اللي بيطلعوا الاوائل ما بيروحوش الحاجات دي، يعني ما بياخدوش دول.
اللي بيطلعوا الاوائل ما بيعيشوش هذه الاجواء، واحنا بنشوف اللي بيطلعوا الاوائل بيبقوا فعلا مكافحين ازاي وبيعملوا ايه و و فده مهما الاهالي شايفين ان ده تمام وكذا وان انا هعمل ايه ممكن علشان انا مغلوب على امر، لكن احنا محتاجين نعمل مراجعه كلنا الوزاره والاهالي والمدرسين ونرجع تاني للضمير. خلينا نخرج من القصه دي مش هنعرف قصه تانيه مبهجه فعلا. اسم فيفي عبده يعني البهجه، يعني حالة كده من الطاقة الحلوة، يعني ان احنا بنشوف ان الست دي هي ملهاش زي، يعني هي براند كده لوحدها اسمها واي حاجة بتعملها بتعمل لنا فرح، وبنشوف انها نموذج يعني يصالحنا على الحياة ويصالحنا على الدنيا، وانها بجد لو احنا بنتمعن هناخد مليون ألف حاجة من كل فعل تقدمه هذه الشخصية اللي بالنسبة لنا شخصية رائعة. فيفي عبده مفيدة عملت، خلينا نسألها أحسن، احنا كل مصر عارفة ان هي عاملة في مجلب بلاستيك، بس احنا عايزين نعرف من فيفي عبده. اعتقد هي معايا على التليفون. مساء الفل. اهلا. صباح الفل. يا فوفا ازيك يا مفيده؟ ازيك يا فوفا؟ كل سنه وطيبه سهير. كل سنه وطيبين. وانت كمان وانت طيبه. يا رب عيد مبارك علينا كلنا يا رب. كل سنه وانت منورين يا حبيبتي. الله يخليك. بصي فيفي، طبعا احنا كلنا اتفاجئنا باللوكس بتاعت المجله بتاعت بلاستيك، بالذات اللي انا عارفه ان انها مجله جديده، ولما قررت ان هي تتشهر عرفت تختار الشخص الصح اللي يعرف يعمل للمجله دي اسم. بس كلميني عن اللوكس، لما قالوا لك انت وافقتي على طول؟ والله انا شفت شغله، هو شغله هايل. اليه صاحب المجله اليه رزق الله. وبعدين هو مصور رائع رائع. وبعدين بس هي الفكره بنسياجة، انا لابسه من بنسياجه مش اي حد. ايوه بس طبعًا. هو في جرأه في الشكل كله على بعضه، النضاره والشعر واللوك والحركات والفستان ده وكده. انت بالنسبه لك كنت عايزه تعملي التجربه دي ولا ترددتي ولا قلتي لا يلا؟ لا لا لا، انا بالعكس انا سبت له نفسي خالص، لانه انا هطلع مستفيده، لان هو عايز يخش البلاد العربيه، فهو اختار حد الناس بتحبه. وانه يعني ما يعمل، مش اول مره اعمل طبعا غلاف، انا عملت قبل كده كتير، لكن هو ما اعرفش كان عنده نظره، وطبعا بيت الازياء اللي لابسه من عنده ده حاجه مهمه جدا مش اي كلام، فبالنسبه لي كانت حاجه لازم اعملها يعني. طب انا انت دلوقتي لما قدموا لك اللوكس بتاعتك واللبس، كل صوره احكي لي انت على طول قلت لهم في حاجات غيرتيها، يعني مثلا الصوره دي بالفستان الاسود وانت لابساه، هل كان ليكي طلبات اخرى ولا انت كنت ملتزمه جدا بكل اللي طالبينه؟ بصي دي في انا كنت ذات مبهره يعني، يا رب يخليك. لا والله بجد ايكون، يعني انت تريد مارك دلوقتي، عايزه اقول لك يعني. بس ما هم مسميني الايقونه بقى، فده يعني حاجه بسطاني، وحاجه حب الناس بسطني جدا 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 يعني. لا وحاجه أنا جديده بتعتبر انت وش الخير، فطالما موجوده فيفي عبده فاحنا هننطلق وهتبقى بسم الله الرحمن الرحيم بدايه حلوه، وتاكيد مش بس بدايه، هجيبكم الثالثه بقى بعد كده. يلا بينا. يلا طب احكي لنا على لوك يعني مثلا ده. انا بصي سبت نفسي خالص، وعلى اساس كل لوك هو يختاره انا بكون قاعده في الميك اب، تحط الشعر تبتدي يلبسوني، انا مش عارفه هلبس ايه ولا هعمل ايه، لكن عارفه بلبس من مين طبعا. طبعا عارفه. طب عارفه كنت بترقصي دي شيشه ولا ده جرافيك؟ لا 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 شيشه فهم. هو تركيب حاجه عاملها كبيره قوي، دي ولا الخرطوم بتاع المطافي تقريبا، تقيل مش سهل يعني. ايوه يعني انت كنت شايله الحجم ده؟ ده تقيل. شايلاه طبعا، لان هو عاوز كده، هو عاوز كده وانا لازم اقول حاضر. طب ولما قالوا لك ان المجله اسمها بلاستيك، لا ما استغربتيش؟ ما قلتيش؟ لا ما استغربتش، الاسم حلو قوي طبعا.
بس في سهل قوي بلاستيك بس ارتبط بيك يعني وبالاستياجه يعني ده حاجه رائعه لا صراحه. إيه اسم المجله ارتبطت بيكي؟ هو راجل ذكي عرف يختار الشخص اللائق اللي يطلع الاسم منه. مصر كلها بقت بتتكلم على بلاستيك بسبب صور فيفي عبده. والله يا مفيدة عارفة أنا كنت فرحانة جدا في اليوم ده. أنا عملت يوم كامل من الصبح من الساعة 10 الصبح لغاية الساعة 1 ولا 2 بالليل وأنا بصور. بس إيه أكتر سعيدة جدا. إيه أكتر لوك عجبك؟ إيه أكتر لا لسه لسه على فكرة ده مش لسه في صور تانية أنتوا ده دلوقتي نصهم لما يرجع أخشكم تاني على الهوا نتكلم. مين اللي طلع اللي إحنا شفناه ده؟ ايه اكتر لوك كنت مبسوطه بيه؟ انا مبسوطه بكله لانه ما فيش حاجه زي الثانيه خالص. كله مختلف حتى الشنط حتى الجزم حتى الباروكه. انا عاجبني جدا الباروكه السوداء بالنضاره السوداء. انت عارفه ان هي اصلا كمان في مسلسل بيتعرض اجنبي فكره البواريك والكلام دي من ضمن الموضه. فكونك ان انت تطلعي كمان لابساها فعمل كونتراست غير طبيعي. ده الشعر انت عارفه الشعر واصل ليه للشوز تحت مش طوله الطويل الطويل. الصوره دي اللي انت شايفاها على الشاشه دي ووراها الثانيه ده كله لبس مختلف عن بعضه طبعا. هتلاقي حاجات مختلفه تماما يعني. طيب انت حاجات جديده لسه ما اتلبستش لسه هتتلبس في بنسياجا لسه على الشتاء ان شاء الله. انت ظهرت في فيديو قلتي اللي هيضايقني هخلعه واللي يحبني هدلعه. ده كان مع الفيديو بتاعي. اللي يدلعني ادلعه واللي يضايقني اخلعه. ايوه طبعا ما ضيعش وقت انا. عملتيها معايا على الانستجرام دي فاكره؟ على فكره للناس كتير ما يعرفوش ده اول اختراع كنت عايزه اعملها. صح انا عايزه اقول لك على حاجه. الناس كتير ما يعرفوش ان نص الكلمات اللي بتطلعها فيفي بتطلعها من في ساعتها يعني هي مش بتقراها وليدة اللحظه. والله احنا كنا يعني قاعدين مع بعض. في واحده كمان تانية اللي انا قلتها اللي هي اللي هي اللي بقول اشدها من شعرها دي. لا طب انت فعلا اللي بيضايقك خلاص بتخلعيه بتقولي له شكرا ما بيبقاش موجود في الحياه بجد اي مكان صديقه زميله اي حد في الدنيا اتضح كده اتضح اخيرا كده يعني انا ما كنتش كده بس بقول دلوقتي كده وبقيتي تعملي كده بقيتي قادره تعملي كده. مين موجود من الناس اللي كنا بنحبهم؟ ما فيش حد. فين قولي مين فين؟ انت اسالي نفسك. لا لسه مفيدة تسال نفسها. لا لسه مفيدة تسال نفسها ومفيدة تسال نفسها. الناس الحلوه فين؟ طب مين اكتر حد كنت بتحبيه ومفتقداه دلوقتي؟ كنت بحب كل الناس. الناس كلها راحت. اكتر حد مين مميز زي مين؟ طب اكتر خمس حدات يعني يعني مثلا سمير ودلال رجاء الجداوي الناس الحلوه اللي راحت ناس كتير راحت بقى احنا مره كنت احنا وفيفي قاعدين وكانت الذكرى. فيفي انت طول عارفه ايه اجمل حاجه فيكي كمان واللي مخلياكي مواكبه الحياه والدنيا؟ يعني احنا في ناس كتير لما بيشوفوكي بيقولوا احنا حابين الحياه من كتر البوزيتيف انرجي اللي فيفي بتدون. ان انت طول الوقت بتحكي عن ذكرياتك وعن حياتك والافلام لما صورتها وكنت هنا فين. فكره انك طول الوقت بتفكري نفسك بالايام الحلوه دي من اجمل الحاجات اللي فيكي. انت عارفه انا بقى هم طبعا لا وان عارفه ايه وان انت صادقه وبتتكلمي من قلبك وما عندكيش حسابات. ففكره الصدق ده بيطلع من القلب بيوصل للقلب. فانت عليكي اجماع حتى من الاجيال الصغيره وخاصه في الدول العربيه وفي مصر. فانت ما فيش حد متفق عليه زي فيفي عبده بين كل الاجيال. انت عارفه يا فيفي بنتي برضو من الجيل الجديد بتقول لي لا ده دول مع حبايبي بقى بس على الجيل الجديد بقى لان انا عندي مثلا 15 مليون في الفيسبوك و15 مليون في الفيسبوك او ال 10000 اللي موجودين في الانستجرام او في اي حاجه من الحاجات اللي الناس متابعاني فيها الميديا بتاعتي. فبقول اللي داخل جواهم الجيل الجديد دي حقيقه لان انت عارفه انا عرفته على نفسي من 20 سنه. الجيل الجديد
حبك ومسميكي انك انت اصبحتي براند، بيقولوا كده فيفي عبده براند، وهم انت واصله لهم لان انت مش متصنعه، انت شخص بتطلع زي ما هي كده، مش 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 محتاجه حد يقول عليها، وانت بتطلعي بمصداقيتك بطريقتك، فالناس حباكي. احنا ربنا يقدمها عليكي يعني. دلوقتي ربنا يقدمها نعمه عليا وعليكم، وانا مبسوطه وبقول يعني لكل الشباب والبنات ربنا يسعدهم، وانا بحبهم قوي، بحبهم قوي ودايما بكلمهم لمصالحهم يعني. اقول لعالم امتحانات جاي لنا، دلوقتي من الشابات اللي بيحبوكي من السعوديه جوهره، تقول لك انها بتحبك جدا وان هي امنيه حياتها ان هي تشوفك وهي موجودة في القاهرة، فإن شاء الله يكون في فرصة بقى وتشوفك، لأن إن شاء الله يا معشوقة انت كل جميلة يا كل الأجيال الصغيرة دي. ربنا يخليكي، أسعدتينا ومنتظرين الصور الجاية إن شاء الله. ده فرصة وأنا معاكم بقى، لأن أنا كنت معزومة على أفراح كتيرة قوي وبعدين كنت كان عندي مناسبات إن أنا أروح واجبات أعملها مثلا، فانا فرصه ان انا معاكم، ان انا بعتذر لان لغايه دلوقتي لسه انا عيانه لما اتشفى صوتي ازاي، فبعتذر لكل الناس الافراح اللي انا ما رحتهاش، وبعتذر لان انا ما عزيتهمش، ما يزعلوش مني لان انت والله غصب عني. واجب دايما، والله غصب عني، لا انت الواجب كله دايما. وسلامتك، الف سلامه، ويسلم عيونك، ودايما منوره حياتنا، ودايما علامه بهجه. كل الشكر وكل الحب في عبده. من الجميله فيفي عبده للجميله والصديقه لميس الحديدي، يمكن برضو هي كانت ترند امبارح علشان هي اول مره تحكي قصه اصابتها بالسرطان. الحقيقه لميس لما اصيبت بالسرطان اتعاملت معاه بمنتهى انا في وجهه نظري الشجاعه، لان هي لما قالت كلمه مهمه جدا، قالت اللي بيجي له سرطان بيستخبى، ودي كانت حقيقه. وكانت وقتها فاكره ان هي كانت في اصعب ظروف ليها، كانت ساعتها لسه ما بتشتغلش او قاعده فتره اجازه، وجالها هذا المرض، فالموضوع كان صعب جدا عليها. بس لكن لا كنا تطلع دلوقتي بتعترف، لا يعني هي وهي بتتعالج كانت هي قالت القصه يعني بتعلنها، هي كانت بتروح تاخد العلاج وكانت بتطلع على الهواء، يعني وقت ما كانت هي اول في مره هي عرفت ان هي عندها هذا المرض. انا اعتقد ان هي لما بعد السي بي سي او قبل ما تقعد مباشره لا 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 لا, لا, لا وهي انا لا فاكره كانت بتطلع ان انا كلمتها مره تاخد كانت بتروح تاخد العلاج وكانت بتبقى على الهواء من غير ما بتقول انا عندي مشكله او انا بعاني ازاي ليه، لان وجات لها فتره كانت بتتعالج وهي قاعده من العمل، لما قعدت سنه اجازه كان ده من اصعب الاوقات عليها، حتى ان كان النفسيه في المعالجه من مرض السرطان كان مهم جدا. ففكره ان هي حبها في الحياه هو شغلها، كونها تبقى قاعده من الشغل ده، فكثير من اصحابها كانوا خايفين انه يتطور، ولكن هي بشجاعتها بقوتها بارادتها قدرت انها تعدي، ودلوقتي هي بتعلن ان كان عندها هذا المرض. اللي سلامتك يا لميس، ودايما قويه وشجاعه. ولميس او اي حد من المشاهير بيتعب، رجاء ان احنا يبقى عندنا رحمه، ممكن يكون بيخافوا يتقال علشان قسوه الناس، علشان قسوه ردود الناس، على قد ما في ناس بتتفاعل وبتدعي وبتبقى يعني جزء مهم من الشفاء، على قد ما في جزء تاني هم الاقليه بيبقوا يعني ما عندهمش من الانسانيه الكفايه علشان يبقوا متعاطفين وداعمين. كلي ان ربنا لما بيصيب اي بني ادم بمرض حاجه زي كده بيبقى من بيديله حسنات غير طبيعيه، فالمعتقد بتاع الناس كتير ان هي احسن او ده اللي حصل ده غلط مغلوط تماما، لان اللي ربنا بيحبه بيبتليه وبيمتحنه وبيشوفه صابر ولا لا، ولما بيلاقيه صابر وحامد وقوي بيرفع عنه البلاء. فاعرفوا ان يعني دي بتبقى نعم من ربنا، ممكن من ساعتها ما نبقاش مقتنعين بيها،
بس الحمد لله ان احنا ووقت ما كانت بتسجل اهم الحوارات اللي اتعملت مع الكاتب الكبير حسنين هيكل، كانت فعلا بتبقى واخده جلسه العلاج وبتروح تسجل وبعد كده بتطلع على الهواء من غير ما حد يعرف الا كان الدايره القريبه منها. لكن الف سلامه للميس والف سلامه لاي حد، الانسانيه دايما هي اللي تكون في المقدمه، فربنا يا رب يشفي كل مريض، ويا رب دايما نبقى ممتنين لنعمة ربنا بستر الصحة، ونبقى داعمين وكلنا بندعي بظهر الغيب لأي حد عنده مرض ربنا يشفيه يا رب. من الحاجات المهمة قبل ما نختم، يمكن لما شفنا ليلى عبد اللطيف وهي بتتكلم على هنادي مهنة وخالد صلاح، خالد صالح ان هم هيوصلوا للانفصال، دي حاجه صعبه جدا جدا. يعني فكره لو انا عارفه حاجه زي كده مش المفروض ان انا اقولها، بغض النظر انا عارفه ازاي ولا ايه، ايا مكان احنا متفقين ولا مختلفين حوالين تنبؤات او نبوءات ليلى عبد اللطيف، ايا مكان موقعنا من القصه دي، لكن لما يبقى اتنين شباب وصغيرين زي ما حصل برضو مع العوضي ياسمين، اي مكان ان هم تطلع تقول عليهم دلوقتي دي حاجة صعبة جدا. عشان كده مفيدة هم ردوا بآية، لا بغض النظر عن هم ردوا بإيه، انا فكرة ان التوقعات بتاعت مين هيطلق مين ومين هيجوز مين، انا ما بعتقدش ان هي توقعات ليها علاقة بقراءة يعني الغيب، يعني دي حاجة بعيدة. لكن أنا ممكن السيدة ليلى عبد اللطيف لما تقول مثلا في مطر في حادثة ما، لكن فكرة إن احنا نحط ليلى عبد اللطيف برضو في جمل مفيدة، احنا بنديها أكبر من المفروض أي حد في الشغلانة بتاعتها دي يبقى يعني عنده. مش كل حاجة بتحصل، في ناس متخصصين ان هم بيجيبوا فيديوهات ويقعدوا يحطوها دي مكان دي ودي مكان دي عشان يعملوا البروباغندا دي. في كلتا الحالات بالنسبه لي هنادي واحمد، في ناس كتير كانوا ملاحظين ان هم مش على وفاء، طبيعي ممكن اي كابل يكون بيتخانق، ممكن يكون في مكان ما، في ناس على في ناس انا سمعها من زمان، لا بغض النظر انا سمعها او مش سمعها، ايوه هي دقيقه ولا مش دقيقه، من حقهم ان هم دول اتنين متجوزين يعني عادي. لا انا بشوف بغض النظر ربنا يديم عليهم نعمه، مش انا بس ما نقدرش انا اللي انا عايزه اقوله ان ربنا يديم عليهم نعمه ان هم يفضلوا مع بعض ويحبوا بعض. فكره ان اي اتنين ممكن يتخانقوا ويتصالحوا تاني، ده مش معناه ان انا لازم اطلع فكره ان هم هيتطلقوا وتطلقوا وافضل ماشي وراهم. نفس فكره ان احنا بندي نفسنا حقوق مش بتاعتنا. على كل حال محدش صرح بكده، احنا اخر مشهد شفناه لهنادي كان في استاد القاهرة وكان معايا احمد، وفي اماكن كتيرة جدا هما الاتنين مع بعض، هما الاتنين ثنائي رائع جدا، هما الاتنين شخصيات جميلة من الشباب اللي احنا بنحبهم واللي هما شباب بجد بيدخلوا القلوب، بنتمنى لهم حياة هادية ومستقرة. أحمد خالد طبعا نفى القصة دي ونزل ستوري آية من سورة الأعراف، وفي الآخر إحنا بنقول دايما كذب المنجمون ولو صدقوا أو ولو صدفوا، أيا مكان الصدق أو الصدف، إحنا ما ننظرش ما نبقاش نذير ان في حد هيحصل له شيء، وخاصه ان احنا بنقول ده بالاسماء، يعني مش ان احنا بنقول في مواصفات حد، لان احنا بنقول اسماء حد. بنتمنى لكم حياه هاديه، ويا ريت ما نسمعش اي اشاعات، لو مصادرها طلعوا وقالوا وشفناهم وسمعناهم يبقى ناخد المعلومه من مصادرها، غير كده يبقى ده كلام اي كلام. خلينا نقول ان احنا هنبتدي حلقتنا بعد الفاصل، ونشوفكم ان شاء الله على خير بعد الفاصل، ودايما بنبقى سعداء بوجودكم معنا. التالي المصور السينمائي سعيد الشيمي في ضيافة الستات. We'll be right back.
مسيرة حافلة بالنجاحات، وجدت روحه ضالتها في معهد السينما، فترك دراسته في كلية الآداب ليحقق أحلامه الكبيرة في عالم التصوير، ويكون المصور صاحب الأداء الساحر عبر تاريخه، فيصنع مدرسته الخاصة التي يسير على دربها أجيال. إنه المصور السينمائي سعيد الشيمي. صور الشيمي عشرات الأفلام التسجيلية في فترة الستينات والسبعينات، تعرف خلالها على أفضل المخرجين في جيله من بينهم عاطف الطيب ومحمد خان وغيرهم، فقدم أعمالاً صارت فيما بعد من العلامات المضيئة في تاريخ السينما المصرية، من أبرزها الرصاصة لا تزال في جيبي وضربة شمس وعنتر شايل سيف والحريف وإعدام ميت وغيرها العديد من الأفلام المميزة. لم يتوقف عطاؤه في تطويره لحركة الكاميرا، فقد أصبح أول مصور مصري يقوم بالتصوير تحت الماء، ولم يكتفي بتلقي المعلومات اللازمة عن التصوير وتطبيقها في أفلامه فقط، فقد مررها للأجيال الأخرى والمهتمين بهذا الفن، وتكلل نجاحه بفوزه بالعديد من الجوائز، آخرها جائزة الدولة التقديرية عام 2024. دي حقيقة. بنجاب تحية مرة تانية لكل المشاهدين. من 10 أيام تقريباً تم الإعلان عن جوائز الدولة التقديرية لعام 2024، وكان في حالة احتفاء كبيرة في الوسط الفني والثقافي بالحاصلين على هذه الجوائز، ومنهم المخرج الكبير محمد فاضل اللي حصل على جائزة النيل للفنون، ومصمم المناظر ومهندس الديكور الكبير أنسي أبو سيف اللي فاز بجائزة الدولة التقديرية في فرع الفنون، واللي منورنا النهاردة بقى ضيفنا اللي منورنا النهاردة مدير التصوير اللي اسمه بيعتبر بصمة وبيعتبر في حد ذاته قيمة لأي عمل هو بيشتغله لما هو يحصل على جوائز الدولة في التصوير. دي جائزة مرموقة كبيرة جدا، وحصل على جوائز كتيرة جدا، لكن ده التتويج الكبير ليه في مجال الفن. كمان هو عنده رحلة طويلة من العشق الكاميرا، هو كان بيعشق الكاميرا مش بيشتغل، يعني تحس ان هو هاوي مش ان هي دي شغلانة، وبجد هو اداها كتير وعاشق الكاميرا، فهي كمان ردت له العشق بالعشق وحب الناس وبصمته المتميزة جدا. واسم سعيد شيمي لوحده مدرسة ولوحده براند كبير، أول حد يصور تحت المية، حاجات كتيرة جدا هنعرفها منه النهاردة. سعداء جدا أن حضرتك مشرفنا ومنورنا أستاذ سعيد شيمي. الله يخليكم، شكرا جزيلا. اهلا وسهلا استاذ سعيد. الاستاذ سعيد دايما يعني اسمح لي نرجع شويه لورا ونقول ان انت لما دخلت جامعه القاهره قسم تاريخ قعدت 3 سنين. ايوه. وجيت عند اخر سنه المفروض تتخرج قررت انك تمشي وتخرج. لا كملت. انا اصلا قدمت في معهد السينما. اوكي. ما اتقبلتش. فدخلت اللي انا بحبه التاني بقى التاريخ. كل سنه بقدم في معهد السينما وما بخشش. 3 مرات تقدم وما أيوة. تدخلش. ما بخشش. وبعدين السنه الرابعه قدمت ودخلت وكنت الاول في القبول. ودخلتها. فسحبت ورقي اياميها، ما كانش ممكن ابقى في جامعتين يعني. فسحبت ورقي من تاريخ ورحت دخلت معهد من كليه الاداب. بس ضحيت ب3 سنين. ما كانوش فارقين معاك ان انت في 3 سنين. السينما اكتر في قلبي يعني وبحبها من صغري. طب ليه تصوير؟ ليه مش اخراج؟ لا هي ابتدت سينما بعدين لما الواحد ابتدى يكبر شويه ويفهم وكده. بس خلي بالكم في نقطه مهمه لازم نعرفها، ان مش كنتش لوحدي، كنت انا وميمي اللي هو محمد خان المخرج. انتوا اصدقاء من الطفوله وبنحب السينما مع بعض، وهو عاوز يبقى مخرج وانا عاوز ابقى مصور، و ده كان اتجاهنا واحنا في سن 16 سنه 17 سنه. طب لما كنت بتروحوا بقى السينمات وباحلامكم هو مخرج وحضرتك مصور، وكنتوا حريصين ان انتوا تتفرجوا على كل الافلام اللي كانت. كنا بنأيد الافلام اللي بنشوفها ونديها درجه. يعني انت كنت لجنه التقييم برضه. هي النقطه ايه، ما كناش نعرف ان السينما ده مصيرنا.
يعني كان هو كنا في سن 16 سنة يعني في مصر ما كانش في اي دراسه للسينما خالص. ايوه انا لما عرفت انا امتى عاوز اخش معهد السينما لما قريت دكتور ثروت عكاشه بيفتح معهد السينما في سنه 59. فانا نفسي استعجبت، ايه ده انا اللي بحبها دي وبشوفها كتير لها معهد اتعلم؟ هي دي النقطه يعني. محمد كان سافر بقى بره، محمد كان لندن فهو رايح عشان يدرس هندسه، ف شاف افلام كتير بقى في لندن اتهوز بقى، قال لي انا مش هدرس هندسه هدرس سينما. فعلا ده ايه الافلام اللي كنتوا بتدونوها مع بعض؟ بص في يعني طبعا ده مش موجود دلوقتي. زمان القاهره انا موجود في منطقه ميدان عابدين، محمد جنبي برضو في ارض الشريف. المنطقه دي كلها بتاعت عابدين والازبكيه ونص البلد مليانه سينمات، سينمات صيفي، سينمات درجه اولى. فكان فسحتنا الاساسيه ان احنا نروح سينما. وكنتوا بتدونوا الافلام؟ ايوه. الافلام اللي كانت بتعجبكم اللي هي زي ايه؟ ايه اكتر فيلم؟ شمشون ودليله. مش هتكلم فيكتور ماتيو بتاع زمان ده. مثلا عصفوره الجنه، كل افلام الضرب ده واحنا اصغر بقى، كل افلام الضرب بين الهنود الحمر والكاوبوي وحاجات كده. طب ايه اكتر الافلام اللي كانت بتدوها درجات؟ لا انا صعب افتكر. يعني مثلا شمشون ودليله ده كان عاجبكم؟ كان كنتوا مبهورين؟ احنا كنا يعني عارفه ايه، السينما بتخش في دمنا شويه شويه طبعا. لما ابتدينا بقى نفهم يعني ايه مش ضرب وكده، ابتدينا نفهم يعني ده موضوع كويس، ده ممثل كويس كده، كنا بقى كبرنا شويه. في الثانوي انا كنت في مدرسه في الثانوي حكوميه اسمها النقراشي، كان بنطلع مجله شهريا انا كنت بكتب فيها، مجله مطبوعه بكتب فيها النقد السينمائي. النقد السينمائي ده ما كانش نقد، كنت بحكي حكايه الفيلم يعني. بس هو الفكره ان كان في المدرسه هذا النشاط، والوزاره كان اسمها وزاره المعارف، ما كانتش التربيه والتعليم. لا ده وزاره التربيه والتعليم كان اسمها وزاره التربيه والتعليم. لا ما انا حضرت الاثنين اصلا. انا عندي 82 سنه دلوقتي، انا حضرت الاثنين بس اتغيرت. كان على فكرة التعليم أيام الملك كان تعليم كويس جدا. أكيد. كان اسم وزارة المعارف العمومية. من سنة 54 اتغيرت إلى وزارة التربية والتعليم. وحتى النظام نفسه بتاع القديم اتغير، يعني أنا كنت في شهادة اسمها الابتدائية، هاخد شهادة اسمها الابتدائية بقت تانية إعدادي. هاخد بعد كده حاجة تالتة إعدادي الشهادة. فأنا شخصيا التعليم في زمني كان عظيم اكيد بصراحة. طبعا عشان طلع حضراتكم. انا بقول لك بصراحه استاذ خان صديق الطفوله في لندن كان بيبعت لك جوابات. طبعا. وحضرتك طلعت اعتقد خطابات محمد خان لسعيد شريف. بس برضو دي لها حكايه. ليه انا احتفظت بجواباتي مع محمد خان من 19 سنه او 20 سنه؟ لان كلها سينما، كلها بيحكي لي على الافلام اللي بيشوفها اللي مش هتيجي هنا، فانا بعتبرها دي احد المراجع دوكيومنتد للافلام القديمه. ان هو كان هو قبل ما يتوفى بسنه، قبل ما يعمل فيلمه الاخير اللي هو قبل زحمه الصيف ده كان اخر افلامه، قال لي انت لسه شايل جواباتي؟ قلت له موجوده في المخزن. قال لي عاوزها، اخذها بعتها له، وكلم صديق لنا مشترك طبعا كلكم تعرفوه محمود عبد الشكور الناقد. طبعا. قال له انا هديك الجوابات ديت، اعملها هل ممكن تطلع منها حاجه؟ لان محمد تعب جدا 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 اكثر مما تتخيله. محمد ما ابتداش يبقى مخرج الا بعد ما فات نص عمره، يعني لما عملنا عشان مش مصري وما يقدرش يعمل افلام في مصر. اجنبي معاه جنسيه تانية. فلما توفى يعني ضربة شمس اول فيلم لمحمد خان. ايوه. وحضرتك اشتغلت معاه كان عنده كام سنه؟ هو مات 74، هو مواليد 42. ضرب الشمس 80. نص عمره. كنت ساعتها انت ابتديت قبل ما هو يبقى مخرج؟ انا كنت ابتديت في مصر قبل، يعني احنا تقريبا خلصنا دراستنا مع بعض. هو سافر؟
هو سافر من سن 16 سنة. أوكي. والده كان باكستاني وبيستورد الشاي من الهند وسيلان ويوزعه على الشركات. الدولة بقت تعمل الحكاية دي. فبقى والده ما عندوش شغل. فراحوا بقى عاشوا في انجلترا. فطبعا انا يعني ايه صداقتنا استمرت ما انتهتش بسفره يعني. لان في شيء مشترك اللي هو السينما. فكل جه واشتغل فعلا ايام القطاع العام محمد جه مصر. وبعدين ابوه تعب فاضطر يسافر. بعد كده رجع تاني كان طلع قانون ان اللي اشتغل اجنبي في مصر خبير. محمد مش خبير ده لسه صغير لسه يعني. صغير. طب سعيد شيمي من الاساتذه اللي نقلوا التصوير بدل ما يبقى جوه استوديو للشارع. يعني انت كنت هاوي فكره انك تشيل المعدات بتاعتك وتمشي في الفكره جت منين؟ الحكايه مش كده بالظبط. صعبه. انا هقول لك بالظبط. وانا لما ما دخلتش معهد السينما اوكي ف وانا طالب في الجامعه في عندنا في الجامعه فريق تمثيل بتاع المسرح حلو. فانا اقترحت عليهم ان احنا ما تيجي نعمل فيلم تسجيلي على يعني علينا على الطلبة والنشاط وكده وبتاع. كان جديدة خالص بالنسبة لهم يعني. وصورنا لا تصاريح ولا أي حاجة جوه الجامعة ومرة جامعة. وعملنا فيلم وعرضنا الفيلم. وكنت أول مرة أعرف سامي السلموني لأنه كان زميلي في الجامعة. نقد السينمائي كبير. صحافة وأنا تاريخ. بس هو أكبر مني شوية. فأنا تعودت أن أعمل السينما التسجيليه. ولما وانا طالب في المعهد سنه ثالثه معهد السينما ادالي الاستاذ شادي عبد السلام فرصه ان اصور فيلم عنده. الاستاذ شادي كان ماسك حاجه اسمها المركز التجريبي. واو. الدكتور صرف عكاشه برضه عمله ليه؟ عشان يختار ناس اللي يلاقي فيهم يعني موهبه إيه؟ فعملت عنده وانا لسه طالب يعني ما كنتش اتخرجت خالص يعني. لما اتخرجت ابتديت اشتغل في التسجيل كتير قوي. وكل الجوائز الاولى في حياتي كلها من التسجيل. من التسجيل. طيب. التسجيل. عنتر. من اول افلام عنتر شايل سيفه عادل امام واحمد السبعاوي. انت اصريت ان انتوا في ايطاليا بتصوروا وانت تفضل شايل الكاميرا على كده. لا مش انا بقى ده المنتج. المنتج الله يرحمه استاذ سعد شنب كان اول مره اتعامل معاه. قال لي انا هطلب منك حاجه بس ما قاليش السر الا واحنا راجعين يعني. قال لي ما تحطش الكاميرا على الترايبود. قلت له ليه؟ قال لي بقى انا بس بقول لك ما تحطهاش على الترايبود. انا مش فاهم هو منتج. انا خلاص اوكي يعني هفضل شايلها شولدر. طب ما مش بالنسبه لي مش مشكله. واحنا في الطياره راجعين قال لي اذا حطيتها للترايبود لازم ابلغ النقابه بتاعت ايطاليا. وابلغ البوليس. لكن طول ما انت ماسك الكاميرا وبتصور وهي في ايدك محدش يكلمك يعتبروك سايح. عشان كده بيوفر توفير يعني. طيب في الشيطان يا عز استاذ اشرف فهمي اتهمك بالجنون عشان قلت له نروح نصور في الجماليه والحسينيه والحارات اللي كتب عنها نجيب محفوظ كان انت بتجسد الحقيقه او الواقع. لان هو واخد على تسجيلي. اعرفه يعني ده كان اول فيلم الشيطان عز مع اشرف فهمي. اشرف لما ينفعل وشه احمر قوي وحتى مسمينه احنا كنا التركي. العيال التركي يطلع. انا لما قريت السيناريو عجبني قوي. واقترحت عليه طب ما نروح نصور في الجماليه وعند باب النصر وكده. لقيته باصص لي كده ووشه قال لي انت مجنون انت عاوز تبهدلنا سيبك من التسجيل بتاعك. ايوه مش بقول لك عشان التسجيل. قلت له لا يا اشرف مش احنا اذا عملنا الناس كويس والناس الكبار اللي في المنطقه يعني صاحبناهم وكده ما ممكن ما فيش حاجه مشكله يعني. فقال لي تعالى نروح نعاين نشوف يعني. رحنا شفنا بتاع عجبه قوي الاماكن دي طبعا لوكيشن كمان عظيم. اختار بيت السحيمي الله. بيت اثري عشان يصور فيه بقى بيت فريد شوقي. واخد التصريحات يعني انت بس ده رفع اول فيلم لما صورنا في المناطق دي الناس صدقت.
طبعا القصه القصه حاسه ان هي حقيقيه. صدقت وتعاطفت مع الفيلم قوي. طب انت حضرتك كنت تقدر تسيب اي فيلم لو محمد خان قال لك تعالى وبيقولوا ان انت سبت رأفت الميه؟ دي ازمه الميه. دي ازمه كبيره قوي. اه سبت رأفت الميه علشان فيلم. ايوه انت عندك الاخبار كلها. عندك الاخبار كلها. انا طبعا محمد بالنسبه لي قريب جدا يعني ما صديقك كنت واقف جنبه بطريقه انا عاوز خلاص يقف على يعني يقف على رجليه. انا عارف انا واثق انه كويس انه هو كويس. انا واثق من ده من زمان. و في الحاسه دي انا مضيت مع رأفت الميه فيلم جديد اسمه اول عيون افلام لا تنام. عيون لا تنام. خلاص مضيت وداخلين. محمد ما كانش عنده افلام. لقيته جالي البيت اياميها. على فكره ليه جالي البيت؟ ما كانش فيه تليفونات في السبعينات والثمانينات كان في ازمه تليفونات في مصر. يعني ما اعرفش تفتكروا انتوا كنتوا صغيرين طبعا. فجالي قال لي داخلين فيلم الصقر مع محمود ياسين. قلت له ايه ده؟ انا ماضي مع رأفت خلاص ورأفت صاحبنا احنا الاثنين يعني. قال لي ازاي؟ ده ما حدش يقدر يصور الفيلم ده غيرك. كله في الشارع. ده محمود ياسين بيغتصب مراته وبيقعد يدور مين اغتصبه وبيقتلهم وبتاع. كله في الشارع. يا طب انا اذا فعلا اذا مش هعمل الفيلم محمد مش هيعمل الفيلم. وانت عايز تعمل محمد؟ وانا عاوزه اعمله. اعتذرت لرأفت. فطبعا رأفت زعل جدا مني. طلع بقى اشاعه ان انا هسيب اي مخرج اي محمد عنده فيلم عشان خاطر عيون محمد خان. فانا قلت له بقى بعد كده بعد ما عملنا الحريف بص انت وقفت على رجليك وانا شغال كويس. شكرا. ما نشتغلش مع بعض عشان الاشاعه دي تروح. نقعد شويه ما نشتغلش مع بعض. كانوا بيتجننوا يلاقونا قاعدين مع بعض وبنخرج مع بعض وبنسافر مع بعض. ما نشتغلش مع بعض مش فاهمين ايه الحكايه. بس عشان خالص تفصلوا الاشاعه. ومع ذلك حضرتك اشتغلت مع الله يرحمه. انا اشتغلت مع كل جيلي. علي عبد الخالق اشتغلت معاه 19 فيلم. ده عملت معاه 19 فيلم. 19 فيلم. وبعد كده عاطف الطيب وقلت له لو انت عايز تموت انا مش عايز اموت. أيوة هنعرف أيوة التفاصيل أيوة بعد الفاصل. وبنجد تحية مرة ثانية لكل مشاهدين وفي ضيافتنا النجم الكبير نجم التصوير الكبير سعيد شيمي. ومبروك لجائزة الدولة التقديرية. وبنحاول ان احنا نعرف منه حاجات كتير جدا. قبل ما نتكلم على أستاذ علي عبد الخالق وأستاذ عاطف الطيب، ازاي أحمد زكي كان هيتسبب في موتك؟ يعني انت كنت بتقول له كان مطيع الى ان يبدأ التمثيل. صورت لأحمد 10 أفلام. انا اعرفه قبل ما يبقى نجم يعني حتى من قبل المسرحيه كنت بقابله بيقعد مع سامي السلموني في ايزابيتش. قبل مدرسه المشاغبين تقصد؟ لا قبليها كمان. كان لسه من طالب يعني. كان لسه طالب في المعهد. اول فيلم بطوله مطلقه كان طائر على الطريق محمد خان. انا ما كنتش يعني بقول له تعليمات معينه للفيلم كله هو سواق عربيه بيجو. وانا عاملين لي طبليه بره العربيه اقعد عليها ممسوكه من تحت العربيه ملحومه وفي شطات مربوط بالحبل كده. فاقول له وانت سايق لما تيجي تقف ما توقفش مره واحده هدي هدي وقف. يقول لي حاضر. يعمل الشط وخلاص ستوب. الاقي طخ الفرامل. الاقي نفسي لولا ان انا مربوط بحبل اترمي بره العربيه. يا خبر ابيض. فهو طبعا يتاسف وكده بتاع. بس ابتديت اكتشف اللي انا بقوله له هو بيندمج في الشخصيه جدا فبينسى اي حاجه. ما فيش حاجه ما فيش اي تعليمات. هل اندماجه ممكن يوصل ان هو يتقمص شخصيه مثلا عبد الناصر لما يجي له الوزير صفوت شريف يقول له الحادثه دي انا عارفها. ايوه انا عارفها. لا ده هو اكتر من كده. قال له مين صفوت شريف؟ انا. أيوة عبد الناصر. بالظبط ده مظبوط. ده حصل بجد. ايوه حصل. وكان مقتنع بالفكره. ايوه لان انا اشتغلت معاه 10 افلام.
10 افلام من اهم افلامه، البيضه والحجر، البريء، ضد الحكومه، ملف في الاداب، لا مش ملف في الاداب، المهم 10 افلام مش هقدر افتكرهم كلهم دلوقتي. الحب في هضبه الهرم، احمد ما لما بيبتدي يمثل بيبقى الشخصيه مش احمد اللي احنا نعرفه خالص. هو كمان كان بيطلب مني حاجه، يقول لي سعيد ارجوك محدش يقف جنبك، عشان وانا بمثل مش عاوز اشوف حد. قلت له انا هريحك يا احمد، في عندنا في التصوير حاجه اسمها فوندي اسود، قماش كتير اسود كده بنحطه على الشبابيك لما بنعمل مكان ليل وهو احنا بنصور نهار، عشان ما دخلش ضوء. فخليت الفوندي ديت يبقى مغطي الكاميرا، يا دوبك في فتحه بتاعت العدسه وما يشوفش اي حاجه، للدرجه دي عشان تعزل. هو معزول عشان أي حاجة. ما يطلعش من الشخصيه. مش عاوز هو يطلع بالشخصيه يعني، وعشان كده هو بقى احمد زكي. طب استاذ سيد، مين تاني بيتعمل له الفونديه الاسود؟ ايه فندم، مين تاني بيتعمل له نفس الفونديه الاسود؟ مفيش. هو بس احمد زكي بس. طب ولما راحوا قالوا الوزير صفوت الشريف احمد زكي مستنيك انت اللي تجيله؟ ايوه انا سمعتها، ما شفتهاش. انا سمعتها قالوها، ده كان اللبيس بتاعه بيقول له الوزير جاي وبتاع عشان يستقبله، فراح مزحق فيه قال له، ده كان في استوديو 10 في التلفزيون، قال له انا جمال عبد الناصر هو اللي يجي لي. الوزير اللي يجي لي. طب استاذ احمد، لو مشهد محتاج تصوير، كان محتاج اعاده تصوير، اعاده، كان بيوافق ولا كان بيعمل؟ بيوافق طبعا. لا طيع جدا. بس هو انا هقول لك يعني، في مع عاطف الطيب في فيلم البريء، انا عمري ما قلت المخرج لا يعني اوكي، حتى اذا ما كنتش عارف اقول له سيبني افكر هعمله ازاي. في فيلم، في لقطه كان احمد زكي في فيلم البريء قتل قابيل، محمود قابيل، وادوا له اجازه، لقى امه في الحقل بتشتغل، بيقلع وبيبتدي يشتغل وكده. بعدين عاطف قال لاحمد روح بقى الترعه، استحمى في الترعه يعني اغسل وشك وكده. قال لي سعيد خش معاه في الترعه، قلت له لا انا ما اخشش في الترعه، ده مش ترعه، ده مصرف في حيوانات نفخه، ازاي يعني ازاي اخش عاطف يعني. احمد لا، احمد دخل عادي، دخل موجود في الفيلم. انا وقفت على الشاطئ وصورته يشد الميه، الميه طالعه سودا، بينزل عليه الميه سودا، مصرف. فاحمد بيشتغل خلاص، هو دخل الشخصيه، هو شايف الميه بيضه مش شايفها. مش شايفها. طب انا عندي سؤال ثاني، لما قررتوا انكم تعملوا الفيلم اللي هو تحت الميه، والكاميرا لازم تبقى ليها تقنيه معينه عشان تصور، ليه ما قدرتوش تشتروا كاميرا يعني تصور بسهوله؟ موجوده التقنيه دي، موجوده، ليه اخترعتوا الكاميرا؟ هي نفس الكاميرا السينمائيه. انا بكلمك على الزمن اياميها مش دلوقتي. ما كانش في حاجه تصور تحت المايه وقتها؟ لا فيه، ازاي بس كانت غاليه. في تصوير حضرتك عملت عازل عشان مش الكاميرا يا فندم، الهاوسنج اللي بيعمل عازل للكاميرا. هي الكاميرا هي أوكي. انا بكلمك على الزمن اللي موجود مش دلوقتي. دلوقتي كاميرا المايه قد ايدي كده، ايوه. بيتعمل لها هاوسنج اللي هو عازل. انا كنت عاوز اشتري العازل للكاميرا نفسها، الموديل بتاع الكاميرا ده لقيته غالي بالنسبه لي، فقلت طب اعمله في مصر، عملته في مصر. عملته عند اوهان هاجوب، مصري ارمني من المولود باب الشعلية، وقعدت تقول له بالمواصفات اللي انت عايزها بالكتالوجات بالكتالوجات، وشافها وكده وعمله لي. ونزلت صورت بيها. صعب، اتمرنت يعني. كل انا كان هدفي في خيالي ان اعمل إيلات، بس انا كنت غطاس جديد، فلازم اتمرن تحت المياه اصور كتير عشان ابقى صح. اخد منك وقت قد ايه يعني انت روحت يعني اتمرنت؟ عملت حوالي 3-4 افلام تحت المياه، جزيره الشيطان، جحيم تحت الماء، جريمه في الاعماق، كان في مسلسل بيعملوا ألدس، حاجه اسمه حاجه ألدس برضو، في حاجات تحت المياه. لما اتاكدت بقى ان انا كويس تحت المايه وكمصور، رحت للمخابرات الحربيه قلت لهم عاوز اعمل الطريق الى ايلات. طب قبل الطريق الى ايلات، حضرتك كان عندك تجربه ان انت صورت وانت صغير اكتوبر والاستنزاف؟
مش وصغير كنت شاب. ايوه في الاستنزاف كنت سافرت مع فؤاد التهام المخرج ومحمود عبد السميع المصور، انا كنت مساعد مصور اياميها. الاستنزاف يختلف عن اكتوبر خالص. الاستنزاف ما كناش نقدر نطلع من الخندق لان في قناصه يضربونا وكده. واكتوبر سافرت انا وداوود عبد السيد 13 اكتوبر كنا على الجبهه. يوم 6 اكتوبر رحنا لوزير الثقافه اياميها كان يوسف السباعي، قال له احنا قاعدين بنعمل ايه هنا، احنا شغلتنا نصور وكده يعني. فقال لا سيبوا اساميكم وانا هقول لكم اذا كان تقدروا تسافروا او لا. فعلا يوم 12 جه لي المركز ان ممكن بعثتين، بعثه للجيش الثالث وبعثه للجيش الثاني. سافرت انا وداوود. ايه المشاهد اللي ما بتنساهاش من حرب اكتوبر من وقت التصوير؟ لا هي مشاهد كتير بس انا هقول لكم مشاهد مشهوره قوي. مثلا الطياره اللي الصاروخ بيضربها، يعني تلاقي كده طياره وصاروخ راح داخل فيها بتاع في احد الشطاط بتاعتي. طبعا صورتها وانت كنت ساعتها انا في الجبهه. ومعاك معايا الكاميرا السينما. لا كاميرا السينما صغيره مش كبيره كده يعني. والحرب لسه شغاله. أيوة وانت أيوة انا كنت في الحرب يعني. اللقطه اصلها اللقطه حقيقية يعني هي حقيقيه. الصاروخ ده انت عرفت منين؟ على فكره عاوز اقول لك اللقطه دي غلبتني، لان السينما غير الكاميرات الفيديو اللي موجوده دلوقتي. السينما لازم اظبط كل حاجه عشان اصور لقطه، الفتحه، المسافه، بعدين انا بصور السما. السما ده البرايتن النصوع بتاعها عالي جدا. عالي جدا. فلازم اظبط احط فلتر الحاجات دي كلها. فده فشلت كذا مره ان اخد اللقطه، لان انت مش متخيله الزمن بيبقى قد ايه صغير. ثانيه. صغير قد ايه؟ لحد ما عودت بقى ودني على صوت الصاروخ بتاعنا وهو بيطلع. فاشغل الكاميرا على السماء وانا مش عارف الطياره فين، وابص بقى بره كده فين الاقي طياره اروح وعمل على الطياره على طول. طب حضرتك انتوا مش متخيلين السينما. السينما وبعدين انا معايا خام 4 دقايق بس في الكاميرا، الزمن اللي انا بصور فيه 4 دقايق. لازم اي لقطه تبقى كل لحظه هي تحدي بالظبط. يعني كنت بتتحدى نفسك وبتتحدى الوقت والظروف وكل حاجه. ليه حضرتك بتعتبر افلام العار والبريء والحريف، طبعا هم من اهم الافلام في تاريخ السينما، حضرتك بتعتبر من بين كل الافلام اللي حضرتك عملتها، وحضرتك عملت افلام مهمه كتيره جدا، ان هم دول الاهم؟ العار عشان علي عبد الخالق. والبريء عشان عاطف الطيب. عاطف الطيب. والحريف محمد خان. والحريف محمد خان. فالكل مخرج واختار له يعني فيلم من افلامه. انا عملت افلام كتير مع اشرف، مثلا المجهول مثلا كله في كندا. شيطان يعز. في فيلم مهم جدا ما اعرفش بيجيبوش ليه، اسمه حادث النصف متر مع اشرف فهمي، ده فيلم مهم جدا. في افلام طبعا كتير مهمه، لكن بس انا عايزه اتكلم في الثلاث افلام دول. يعني الثلاث افلام دول غير مخرجينهم ابطالهم ابطال ونجوم كبار جدا. يعني العار كان جامع ما بين محمود عبد العزيز الله يرحمه، حسين فهمي، نور الشريف. نور الشريف، وكان اول ظهور لإلهام شاهين، صح؟ كان دور صغير. كان دور صغير. أيوه. قصه الفيلم قويه جدا، التصوير، نوره كانت موجوده فيه. نورة طبعا. رؤى. رؤى. حلم الرجال كلهم. بالظبط كده. ده محمود ابو زيد الله يرحمه. محمود ابو زيد يعني كاتب سيناريو عظيم بصراحه يعني. انا عايزه اعرف ذكرياتك مع كل فيلم، يعني ايه الحاجه اللي تقدر تفتكرها من كل فيلم؟ مثلا لو قلت لك فيلم العار، مش كله، لكن ايه اكتر حاجه فاكرها في فيلم العار؟ مش عارف تنساها. انا فاكر كل حاجه. حلوه قوي. انا بحاول الطف. بص انا هقول لك حاجه، فيلم العار كان فيه شغل قوي في الملاحات كتير قوي، فانا كنت جريء جدا في شغل الملاحات لان هو الفناله والحاجات كده. فكنت المراكب، انت مش عارف هل تتخيلي المركب بتاعت الملاحات دي عباره عن حاجه طويله كده رفيعه قوي يعني. فانا استعملت المراكب دي كشريو. يوصل ان هو انا ابقى فيها قاعد وماسك الكاميرا والراجل اللي بيزقه بتاع اقول له روح كده وكده وكده، بحيث انا
استعرض الاماكن دي. طبعا انا بخاف كمان ان نقع لمركب صغيره جدا زي ما شفتيها في الفيلم يعني. طبعا نور الشريف نط منها على طول يعني، اذا عمل كده هيتقلب هو والمركب يعني. فدي كانت مشاهد يهمني جدا انها تبان في البيئه دي وبالحركه، مش فيكس، مش بعمل صوت ثابت، لا صوت متحرك يعني. واو. احنا محتاجين اكتر من حوار مع حضرتك عشان نقعد نحكي كل التاريخ والذكريات، فممكن في دقيقه ناخد بس شهادتك عن عادل امام. حضرتك عملت برضو معايا افلام كتير. عملت معاك افلام كتير. طبعا الحريف عادل امام من اجمل الحاجات. محمد خان وعادل امام هم كل الافلام اللي عملتها مع عادل كوميدي ما عدا الحريف. انا وجهه نظري ولعب الكوره انا وجهه نظري ان عادل ممثل جيد جدا. طبعا هو الكوميديان ديت هو شهرته ونجاحه يعني. نجاحه اول فيلم كان مع استاذ بركات، كان عنتر شعبان تحت الصفر، سمير عبد العظيم الله يرحمه. طبعا انا استاذ بركات ديت انا كنت بشوف افلامه وانا صغير فدعاء الكروان الباب المفتوح، فلما رحت طلبني استاذ بركات انا هشتغل مع استاذ بركات، فلقيته انسان بسيط قوي قوي وفيلم كوميدي بسيط، وانا اتعلمت منه حاجه بيحط الكاميرا في الحته الصح 100%. في مخرجين يحط الكاميرا هنا بعدين يقول لك استنى لا لا هنا تعالى لا استنى لا يغلبك يغلبك لكن حسب بقى تفكيره. لكن فكره عادل امام من حضرتك شايف ان هو ممثل جيد جدا بدليل فيلم الحريف، واعتقد يا عزيزي كلنا لصوص كمان، لكن احنا محتاجين حضرتك مرات ومرات علشان الوقت محتاج وقت طويل في حديث الذكريات والخبره رائعه يعني. حضرتك قامه كبيره جدا جدا. نورتنا واسعدتنا ومبروك الجائزه، ودايما منور حياتنا، ودايما بصماتك موجوده لكل الاجيال بتتعلم منها وبتستمتع بيها. لسه حلقتنا مكمله، نشوفكم بعد الفاصل. التالي الدكتور عبد الحميد يحيى في ضيافة الستات. بنجد تحية مرة تانية لكل المشاهدين. عندنا تجربة مهمة جدا بتؤكد ان فعلا السن مجرد رقم، والجملة دي مش مجرد جملة، الحياة تبدأ في أي سن، تبدأ بعد 60، تبدأ بعد 70، والسن فعلا مجرد رقم. وده شعار لحياة بيعيشها وبيحسها فعلا. ضيفنا اللي منورنا النهاردة دكتور يحيى اللي بيحب الغنى من زمان وبيعزف، لكن قرر وهو في 70 أن الحياة تبدأ من أول وجديد، وان هو رغم ان هو حصل على دكتوراه في إدارة الأعمال وأستاذ في الإدارة في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وحاجات يعني شهادات علمية كبيرة جدا، لكن شغفه هو اللي كان أقوى، شغفه بالفن والعزف والغنى. بعد ما خلص كل ده وارتاح من كل المهام الوظيفية والدراسية اللي عنده، قرر ان هو يبتدي من أول وجديد وميلاد من أول وجديد علشان نشوفه ونستمتع بيه، ويبقى ضيفنا النهاردة منورنا دكتور عبد الحميد. أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا دكتور. أهلا مفيدة. يعني من مناصب قوية جدا حكومية اللي في الآخر الموهبة بتغلب طبعا، والعزف على العود والغناء. أنت من وانت صغير وانت حابب الموهبة دي؟ من الطفولة. من الطفولة سن 4-5 سنين. طب ليه ما اشتغلتهاش يعني؟ ليه ما جريتش ورا حلمك ورا موهبتك مثلا؟ الوالد أجلها والخال تبناها وأثقلها. ايه؟ لأن الخال كان عازف كمان. اوكي. كروان. وكان عائلة كروان. لا العائلة عائلة الوالد كروان. في الصوت. لكن الخال كان عازف كمان وكان صديق شخصي للفنان عز الدين حسني. عازف الكمان الشهير شقيق الفنانه الكبيره نجات والمرحومه الفنانه نجات. كانت عندكم في البيت كنت بتشوفها وهي بتغني؟ نعم في اوائل الخمسينات. ايوه. طب ليه ما اشتغلتش المهنه؟
ليه ما كنتش عازف مطرب وانت دي موهبتك؟ كدت ان اتحول من الكارير الاداري الى الكارير الفني. بعدين لولا انه يعني الحقيقه الخال عليه رحمه الله توفي في نفس العام سنه 79 وكانت الظروف ان انا التقيت بالموسيقار عطيه شراره عليه رحمه الله الموسيقار العظيم، وكان في احتفال افتتاح الفرقه القوميه للموسيقى العربيه برئاسته، وكان الخالي عليه رحمه الله الاستاذ عبد المجيد محمود كان احد العازفين في الفرقه. فاحنا في الاستراحه فاخذني خالي سلمت على الاستاذ عطيه، وبالمصادفه مرت الاستاذه الدكتوره العظيمه عليها رحمه الله رتيبه هانم الحفني. طبعا. فاستوقفها الموسيقار عطيه شراره وقال لها يا دكتوره في يعني نموذج طيب يعني شاب يعني بيغني وبيضرب عود. فقالت له طب خلاص استاذ عطيه ينضم للدراسات الحره في الاكاديميه ويتنقل من وظيفته الى وزاره الثقافه ويتعين عندنا كعازف عود في الفرقه القوميه. حلو قوي، دي فرصه تجنن. هذا الكلام كان في يناير 79. جيت الخال توفى بعدها على طول عليه رحمه الله، وبعدين انا سافرت السعوديه في يونيو او اغسطس على ما اذكر 79. قعدت 5 سنين في المدينه المنوره في شركه من الشركات الكبيره في المدينه، ورجعت سنه 84 طبعا الى وظيفتي في مجلس الوزراء، واستمرت مسيره العمل والدراسه مع بعض الى ان يعني خلصت مده المعاش. قررت انك تظهر موهبه. ظهرت الى الوجود، لان الاول كان طبعا ممنوع واحنا في رئاسه مجلس الوزراء انه نظهر في مجتمعات طبعا. او في نوادي او في احتفاليات. فتاجلت يعني الموهبه او تاجل ظهور هذه الموهبه، اجلها الوالد الى ان تخرجت، ثم ظروف العمل الى ان تخرجت برضو من الحكومه ومن العمل. طب خلينا نقول وحضرتك صغير وبتشوفنا جاب عندكم في البيت، كان احساسك ايه؟ يعني كلمنا عن احساس طفل بنجمه موجوده في البيت. سعاده كبيره قوي جدا. هي كانت الفنانه الكبيره نجاة يعني كانت في سن مثلا ال 14 سنه. كانت صغيره عشان كده هي اسمها نجاة صغيره. لكن كنت سعيد قوي ان انا بشوفها وبسمع هذا الطرب. يعني كان خالي والاستاذ عز الدين حسني على الكمان، الاثنين كمانجتين شغالين وصوتها، هي صوتها جميل، فانا عايش في هذا الجو الجميل. فبعد ما بيخلصوا الجلسه وبيروحوا بستفرد بخالي بقى. انا عاوز يعني، قال لي حاضر علمك. الوالد يقول له لا، لما يخلص يدخل المدرسه وخمس سنين وخلص المدرسه وبعدين يخش اعدادي وثانوي والجامعه. تاجلت الموهبه لكن انا شغفي بيها مستمر. طب ما خلينا نسمع حاجه. نسمع يا فندم ونشوف الشغف ده كنت بقى. لا الشغف ده انتهي. لا كنت بتحلف لنا ايه؟ يمكن من الحاجات اللي بقولها لحضرتك انه الساده المشاهدين ان انا ما حدش علمني العود، ما بعرفش نوته والله. نعم. لكن بتعرف تعزف. لما اتعلم العود خالي عليه رحمه الله برضو ظبط لي الاوتار وقال لي ده دو ده صول ده ري كده. طب ايه تحب تعزف لنا ايه؟ والله هي مناسبه الصيف والسفر والفسحه والنزهه. الناس بتركب القطر. يا عبور قول لي رايح فين. يا عبور قول لي يلا. وبعدين هرتبط برضو بالسفر، يا مسافر وحدك. اوكي. فهي الاغنيتين الحقيقه لمحمد عبد الوهاب، الاغنيه الاولى كانت سنه 38. يا عبور قول لي. يا عبور قول لي والمقام الرصد، والثانيه كانت سنه 42 من مقام النهاوند. يا مسافر وحدك. والاثنين كانوا في فيلمين، الفيلم الاولاني يحيى الحب والفيلم الثاني ممنوع الحب. فهي رحلات حب كلها. السفر طبعا الصيف والناس كلها هتصيف، فبنقول لهم بقى يا عبور قول لي ومسافر واحد.
حلمت بيه وان ما فيش حاجه اسمها السن او ان انا كبرت او احفادي او اللي انا عايز. لا حلو ان انت مصمم على ان انت حق. انا برضو حاجه بقولها للساده المشاهدين والازواج والزوجات حديث العهد بالانجاب والاطفال، اذا ابنك او بنتك عنده موهبه ادعمه، ارجوك ما تخليهاش تفلت من ايدك انت مش ايده هو. ليه؟ لان الموهبه بتثقله. وفي احد الفلاسفه قال مقوله انا بتمسك بيها وبدرسها لطلبتي وطلبت بتوعي وتلامذتي، من لا هوايه له لا هويه له. الله، من لا هوايه له لا هويه له. طب انا عايز اسال سؤال، لما حضرتك زوجتك موجوده طبعا طبعا اسمعني دلوقتي، لما قلت لها انا خلاص انا طلعت معاش بس انا مقرر ان انا افضل في طريق موهبتي، طبعا وقفت معاك ولا قالت لك لا لحسن لا 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 بالعكس، ده بالعكس، ده كانت يعني قوه دافعه. طب واولادك؟ اولادي البنتين والحفيدتين كلهم بيشجعوا جدا جدا. طب بيحبوا يسمعوا منك يا مسافر وحدك ولا كنت بتحلف لي انك ليا؟ بيسمع يعني بيسمعوا اي حاجه انا بغنيها. طب يلا قول لنا بقى حاجه. نقول اللي يعجبك اللي انت عايزه. صوت رائع بصراحه يعني احنا خسرنا السنين دي كلها. يا مسافر وحدك يا مسافر وحدك وفايتني لتبعد عني لتبعد عني وتشيل ودعني من من غير ما تسلم وكفاية قلبي أنا مسلم ده عينيا دموعها دموعها بتتكلم ده عينيا دموعها دموعها بتتكلم يا مسافر وحدك وفايت عني لتبعد عني وتشغل ده القديم. طب استاذ عبد الحميد، ايه قصة الفيديو اللي انتشر لك لاغنية عبد الوهاب؟ مين كان معاك وهو بيصوره؟ انا الحقيقة انا بشجع الشباب ماشي، وانا ليا ملتقى الحقيقة من حوالي يمكن 7-8 سنين صالون الصفوة، كان صالون الصفوة الثقافي. هو بدأ في دار الأوبرا المصرية وبعدين انتقل إلى نادي مجلس الوزراء. أوكي. ووسط الزملاء والعائلات بتاعت الزملاء كلهم. فالملتقى كان بيعقد في المجلس يعني كل 15 يوم أو كل شهر، فبيحضر فيه شباب بيسمعوا. وأنا في الملتقى الحقيقة مش مجرد أن أنا بغني، بس أنا بغني وحلل الأغنية وحلل اللحن اتقال هنا ليه والنغمة دي ايه، فاللي بيسمع بيفهم المقصد من الكلام نفسه. ففي احد طبعا ابنائي الحقيقة البررة فنيا المهندس مطرب محمد سامي، هو مطرب في دار الأوبرا المصرية وهو اللي كان معايا على العود في الفيديو اللي انتشر هذا الانتشار. كنا في اتيليه فني في مجموعة من الشباب، وفي نهاية السهرة الساعة 11 ونص كده بالليل، كنا في الشتاء من 5 شهور، قال لي أنا عاوز أسمع منك حتة من قلبي بيقول لي كلام. وأنا بحب الأغنية دي قوي يعني الحقيقة، فيها طبعا فيها فن كبير قوي وفيها نقلات موسيقية كبيرة قوي. فقلتها دقيقة و56 ثانية
وانتهت الليله وروحنا وخلاص. وبعدها رحت الاتيليه وقلت برضو اكتر من حاجه واتنقلت واتصورت كل حاجه. وفاجئ انه المسؤول عن الاتيليه المهندس محمد ربيع بيقلب في الفيديوهات فلقى الفيديو ده بيحكي لي، بيقول لي انا الساعه 3 صباحا في فجر يوم 1 مايو رحت مشياره وتوقعت ما يمكن ان يحدث الدقيقه و56 ثانيه دول، وفعلا حصل هذا الموقف. وحتى المهندس محمد بيقول لي شفت انت حسيت بايه سعيد؟ اولا انا يعني حسيت يعني انبسطت سعاده المفاجاه، خاصه ان زوجتي وبناتي وحفيداتي بان عليهم السعاده واتبسطوا. لا وده حلمك. لقيت مفاجاه. وبعدين الفضائيات يعني استضافتني الحقيقه يعني اكتر من قناه ومشكوره طبعا، وابتدت المساله تكبر. طب ما تسمعنا بقى الفيديو. هي ديت الغنوه اللي هي اللي عملت النقله. قلبي بيقول لي كلام وانت بتقول لي كلام، وعينيا شايفه كلام والناس بيقولوا كلام. قلبي بيقول لي كلام وانت بتقول لي كلام، وعينيا شايفه كلام والناس بيقولوا كلام. احترت اصدق مين واحترت اكذب مين، احترت اصدق مين واحترت اكذب مين. قلبي بيقول قلبي بيقول بتحلف لي انك ليا وعنك بتكدب حلفانك، بيخبوا ويداروا عليا وكلامهم مش زي كلامك. انت بتحلف لي انك ليا وعنك بتكدب حلفانك، بيخبوا ويداروا عليا وكلامهم مش زي كلامك. احترت انا بين قلبي وبينك والحيره عذاب، معرفش الصادق مين فيك ومين الكذاب. قلبي بيقول لي كلام شايفة كلام والناس بيقولوا كلام، قلبي بيقول لي كلام وانت بتقول لي كلام، وانا يا شايفة كلام والناس بيقولوا كلام. احترت اصدق مين واحترت اكذب مين، احترت اصدق مين واحترت اكذب مين. قلبي بيقول يا قلبي بيقول. الفكره الحقيقه انه انا قلتها من غير ما اكون بعزف على العود. العزف على العود بياخد جهد طبعا وتركيز. الاداء بيبقى الجهد مقسوم نصين، نص التركيز في العزف ونص التركيز في الصوت. لكن الفيديو كان مهندس محمد على العود وانا فري. فانت كنت بقى مستمتع. واخد راحتي سلطة، مفيش تركيز اكتر في العزف على العود، لان طبعا العود يعني عاوز طبعا حاجة بيسموها في الموسيقى العفق، النغمه تطلع مظبوطه والحرف يطلع مظبوط. طب ايه اكتر الاغاني او اغنيه واحده كنت تتمنى انها كانت تكتب لك؟ لا والله شوفي حضرتك، لا اغنيه واحده يعني لعبد الحليم ولا لعبد الوهاب ولا اي حد كنت تتمنى انك تغنيها. اغنيها يعني اقولها أقول لحضرتك أغنيتين. أوكي. كانت الختام الجميل لعصر جميل ولجهد طربي موسيقي عالي المستوى. الأولى قارئة الفنجان. الله. ختام الموجي وعبد الحليم حياته، ويمكن كان ليه حلقة في قناة النيل والموجي وعبد الحليم الثقافية،
يعني بمناسبه ذكرى الموسيقار محمد الموجي اتكلمت فيها عن حياته وعن الحانه. فقارئة الفنجان طب وايه الاغنيه الثانيه؟ الثانيه من غير ليه؟ الله عبد الوهاب ختم بها الموسيقار محمد عبد الوهاب. طب قول لنا حاجه منها بقى عشان يبقى ده ختام جميل. قارئة الفنجان ولا عبد الوهاب؟ انت عايز من غير ليه طبعا. من غير ليه؟ من غير ليه؟ تمام يا سيدي. ميرسي ميرسي، اهلا وسهلا، نورتنا وشرفتنا. بنشكر كل مشاهدينا، بنشكر كل مشاهدينا ودايما معاكم ودمتم بخير ونشوفكم على خير. بكره يوم جديد والستات على النهار، نشوفكم على خير.